عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. مبدئيا انا رقيب سابق بالقوات المسلحه انديل علي انديل سليمان، خدمت بسلاح الحرب الالكترونيه، خدمت بالقوات المسلحه، ويؤسفني ان انا اتكلم بقول المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لكن شكوتي ديت انا بوجهها للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. انا خدمت 12 سنه في القوات المسلحه، قدوه حسنه، ومعايا سجل خدمتي مشرف، ما عنديش لا محاكمات عسكريه ولا عندي جزاءات شديده تاثر عليا، وتقرير كفاءتي مش اقل من 76 و80%، وشهادات الفرقه بتاعتي انا واخدها ممتازه كلها. فوجئت ان قرار جاي لي بعدم الرغبه في التجديد، جيت اجدد رقيب اول، فوجئت ان فيه قرار جاي لي بانهاء الخدمه لعدم الرغبه في التجديد. طب عدم رغبه مين في التجديد؟ انا مش عارف. رحت هيئه تنظيم واداره، قالوا لي روح للاداره بتاعتك، ورقك يا ابني جالنا 3-4 مرات، وجينا ورجعناه للسيد مدير الاداره، فمدير الاداره مصمم ان انا اطلع. طيب رحت لسيادتك للسجلات العسكريه، قالت لي احنا مش عارفين انت خرجت ازاي. الله، طب امال اروح لمين انا بقى يعني؟ رحت الامانه العامه، الامانه العامه قالوا لي ده بند في القانون العسكري، ده بند في القانون العسكري، احنا مدينه لجهه الاداره وسلطه في الاداره. قلت اروح للسيد مدير اداره الحرب الالكترونيه، فرحت له قلت له يا فندم انا عاوز اعرف سبب واحد، انا خرجت ليه من القوات المسلحه مع ان سجل خدمتي مشرف جدا. قال لي سلطتي. قلت له يعني سلطتك؟ قال لي ده بند في القانون العسكري. قلت له هل القانون العسكري مديك يعني سلطه ان انت تقفل بيوت ناس وتقطع عيش ناس؟ هل ده يرضى ربنا؟ قلت له يا فندم عامه مفيش مشاكل، البلد فيها قانون. قال لي احنا القانون، وقال لي كلمه انا ما يصحش ان انا اقولها، لما كل لواء يقول لي كلمه انا بصراحه انا مستعب ان انا اقولها. قال لي احنا فوق والقانون زي ما انتوا فاهمين، بقى اتكلم اقول ايه اكتر من كده. المهم يعني قال لي ارفع قضيه. طب ارفع قضيه، انتوا عارفين طبعا ان القضيه اي حاجه تابعه للحكومه بتقعد بالعشرة 15 سنه، وانا راجل متجوز وعندي بيت وعندي عيالي، انا عاوز شكوتي دي توصل للسيد المشير. يا سيد المشير شوف ورقي، شوف ورقي، انا لو مدان حاكمني عسكريا، انا لو مدان يا سيد المشير حاكمني عسكريا، لكن حرام ان اخدم في القوات المسلحه 12 سنه ماشي وطلعوني. الداخليه رجعت 7-8000 واحد ومناء شرطه وعسكري درجه اولى وثانيه. طب الجيش ليه ما يرجعش الناس الشرفاء دي؟ انا بنشد للسيد المشير، يا سياده المشير ورقي موجود معايا، ورقي موجود معايا، انا مستعد اجي لك وشوف ورقي. انا سيادتك لو مدان حاكمني عسكريا، ايه اللي ما بين السيد اللواء مدير ادارتي وما بيني؟ متهضني ليه؟ علشان ايه؟ يقول لي ده بند في القانون العسكري. طب اشمعنى انا يعني؟ انا معايا سعادتك اكتر من 7-8 صف ضباط زمايلي عندهم محكمه واثنين وثلاثه وعشره، سابوهم ليه في الخدمه وطلعوني انا ليه؟ يا سياده مش انا ما عنديش محكمه ولا محكمه حتى واحده عندي، انا وهم كلهم 20 جزء انضباط، وانت عارف سعادتك يعني ايه جزء انضباطي. وفجاه طلعوني عدم رغبه في التجديد. طب ادوني معاش، طب عدلوا لي القرار، طب رجعوني تاني للخدمه. انا يا سيادتك انا عندي 35 سنه ومستعد ان ادي القوات المسلحه. خدمت كام سنه؟ 12 سنه. السبب بقى ايه الفصل ده؟ عدم الرغبه في التجديد. السيد مدير ادارتي بيقول لي عدم الرغبه في التجديد. ليه؟ بيقول لي اصل زوجتك محجبه وانت راجل متدين بتصلي. انا موافق ان انا اطلع دواعي امنيه، انا تبع اسامه بن لادن وبقول على الملا مفيش مشاكل عادي، طلعني دواعي امنيه. بفترض ذلك، طلعني دواعي امنيه، بس هتديني حق ثالث ومثلث، هتطلعني على القانون 109. لكن هل قواعد وحدتي يكتب فيها ان انا راجل ملتزم وعارف ربنا ومراته محجبه وكاتب فيها تقرير المذكور غير منتج؟ نعم. هم ليه اصدقاء في الوحده معايا صف الضباط زمايلي من نفس البلد. يعني صف الضباط زمايلي من نفس البلد. تمام سعادتك؟ حاجة في قالوا لي ان انت غير منتج. لا. طب لما اكون سعادتك انا راجل غير منتج. يا سياده المشير لما انا اكون غير منتج ازاي امسك السلاح والذخيره سنتين اثنين في الوحده اللي السيد العميد كتب فيها تقرير وخرجني بره؟ امسك سنتين مع ان اكفأ صف ضابط في القوات المسلحه اللي بيمسك السلاح والذخيره. طب طلعتني ليه؟ طب مده الخدمه اللي انا خدمتها معاك اديتني كام جزء فيه؟ جزئين اثنين بس. يعني معدل كل سنه جزء. ودي من اكفأ صف ضباط القوات المسلحه. وانا يا سياده المشير انا معايا سجل خدمتي، شوفني لو ينفع ان انا ارجع تاني للقوات المسلحه هرجعني. اسمك بقى رباعي عشان نختم. رقيب سابق بالقوات المسلحه، رقيب اول سابق بالقوات المسلحه بسلاح الحرب الالكترونيه انديل علي انديل سليمان.
العنوان قرية شبراس السنطة غربية. شكرا جدا يا فندم، الله يكرمك. شكرا جدا.